أقول أنا إن شاء الله بصير صديقتكم، صديقة العائلة، وكل يوم بي أتغدى عندكم إن شاء الله. يا الله بأي وقت بأي ساعة. شوي الكل فرحان بوجودك معنا. وين رايحة؟ شبعت الحمد لله. بالعافية بالعافية، ما قريت شيء. إيه حامل حامل حرام، الحامل على كبر مشكلة. أم بيا مي من صدجها؟ حد يغار من هالأشكال؟ شايفة هدومها، شايفة وجهها، شايفة شكلها. بس شمس هي ما نصاجة ما شيء. خالف طيب أبيك كل يوم تزورينا إن شاء الله. فعليك ما طلبت. على ذنكم. وين يبا ما كملت أكلك؟ أكلوا عليكم بالعافية، أنا بروح وأرجع لكم. أقول حجية تاني شهر أنا شايفته مكان ماركة مو؟ لا أنا وين والماركات ويني والماركات لهلها مو لي أنا. لا متأكدة فستانك هذا آخر كولكشن من فرزاتشي مو؟ حتى نظارتك، نظارتك شانل بعد، صح؟ شمس، عيب الحكي ايش قاعد تقولين؟ بس عاد خلينا نضحك شوي. بس عاد. كتر الله خيركم الحمد لله. خالف طيب، وين رايحة ما كليتي؟ شبعت يما. فاطم حبيبتي كملي أكلك. لا ما يخالف مرة ثانية. بس نعمة الله واللي عافيتش إذا خلصتها ولموها بشيس وأنا يأخذها لا تقطونها. ها؟ إن شاء الله حبيبتي. كثر الله خيركم. شو هالحكي اللي قلتي؟ عيب عليك. خطولي من صدجك أنت. وبعدين ريحة البيت صدعت راسي ويع ويع. نظفوع عقمو شنو هذا كورونا داش علينا؟ لا عد شبدي قطيعة. حرام عليك، المرأة طلعت من البيت وهي منزلة راسها، حتى أكلها ما كملتها. أنتي صر ما تسوي نفسك مثالية وايد، وبعدين أنتي لو تحبينها روحي قولي لها خلت تغير ستايلها، خلت تغير لبسها، مو تخلينها تطلع قدام الله وخلقها كذي. تفشل قطيعة. حرام عليك. تاكل ما كلمة.